حب الأوطان من الإيمان غريزة في كل إنسان، لكن عن الأداء يبقى الرأي للجنة التحكيم. الأستاذ أسامة الصافي، ما شاء الله أخي الكيالي، عندك تمكن في العرب، التفصيلات عندك تعزفها عزف، وهذا يدل على قوة مع ذوق، رسمته لنا يعني رسما بديعا، فلك كل الشكر. الحمد لله. شكرا أستاذ أسامة الصافي. أستاذ محمود التهامي، يعني إبراهيم، يعني مش لاقي كلام أقوله بصراحة، يعني ما شاء الله إحساس عالي وراقي، ولكن يعني أشيد أكثر وأكثر بهذه النسخة من منشد الشارقة، وإن هي أضافت لنا كثير من الـ الـ الألوان في الإنشاد الديني. إحنا يعني أنشدنا للأم، وأنشدنا للأوطان، وأنشدنا للإنسانيات، فبسم الله ما شاء الله، يعني أصبح النسخة الحالية من منشد الشارقة يعني فيها مجالات كثيرة جدا في الكلمة وفي الإحساس. صوت مميز جدا، إحساس عالي، ذكي، أنت ذكي في أدائك، حتى في تناول
واحساسك بالمايك بتقول امتى وتبعد المايك امتى وتجربه امتى. العرب المميزه بس ليه عندك يعني رجاء بسيط، هو مش تعليق باكثر منه رجاء، ادي نفسك مساحه فرصه، والكورال بيقول خد نفسك، يعني انت بتقول ولما الكورال بيقول بتصاحبه برضه، عايز يا عيني تعمل كل حاجه في الفقره بتاعتك. فلا ادي نفسك براح ان لما الكورال يقول انت تاخد نفسك بحيث ترجع قوي كالعاده. قفله فوق الممتاز، يعني لازم اسيب اي حاجه لاخي بخاطر. احسن شكرا استاذ محمود تامي، شكرا، والاضافه المتميزه وجودكم ايضا، شكرا لكم. استاذ احمد بخاطر، طبعا ما سبت لي اي حاجه يعني. ابراهيم صوتك ما شاء الله يدخل القلب، يعني انا اول شيء شفتك وسمعتك في البدايه قلت يعني ممكن يعني تعرف انت هل، ولكن ما شاء الله عليك لما بديت تنشد خاصه في الموال يوم انت قمت تتصرف في الجمل اللحنيه واتقنتها، يعني كيف تطلع وتدخل وترجع مره ثانيه، هذا الشيء يعني من المنشد البارع، مثل ما قال اخونا اسامه يعني كالآلة الموسيقيه اللي تطلع وتطلع، وانت يعني بصوتك انت قدرت تتمكن في هالشيء، انا اهنئك عليه. طبعا هاي النشوده ايمانيه وانت وتنشد فيها، انا يعني حس كنت وايد حاس يعني بالايمانيات وانت تنشدها وحبيتها يعني، ولكن في بعض القفلات يعني انت اعطيتنا الاحساس الايماني، بس كنت حاب انك انت تعطينا يعني شوي يعني احساس بالكامل، مثلا ايمان يعني لازم تعطينا هالاحساس هذا، مش انا ايمان على طول تطلع، احس انه لا انك انت هنا ليش كمل، عطنا الاحساس هذا نبغيه مع هذا اللي كل حلو، لازم نحن بهالاحساس هذا. ابراهيم بشكل عام ما شاء الله يعني انت بدعت في هذه المره ان شاء الله، والمره الجايه نسمعك مره ثانيه. شكرا جزيلا استاذ احمد بخاطر، شكرا، شكرا ابراهيم الكيالي، ان شاء الله تصل بصوتك للاعالي باذن الله، شكرا لكم، شكرا.